إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، النجوم لميقاتها، والطيور لأصواتها، والرمال لذراتها، والقتيل لطفلته الناظرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة. والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أمهر مني ليقتلني باستدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص. والذي اغتالني محض لص، سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح. روح تركناها في وطننا، عشناها 48 يوما من اعتصامنا، وحاولت يد الغدر إفناءها في 12 ساعة، لترتقي 1000 روح طاهرة تشتكي إلى الله ظلم البشر. يا رابعة، نجدد عهدنا بأننا لن ننسى أحبة قضوا على أرضك، بصحبة آمنت بحقها في وطنها وحريتها. يا رابعة، كل شبر فيك يذكرنا بصمودنا، كل طعمة طعمناها، كل تمرة ودعوة، كل ابتهال وقنوت. لمسته القلوب، فسالت دماء زكية لتشهد وطنا يحفظ الكرامة ويصوننا لنصونه. نجدد عهدنا، نستذكر شهداءنا، لنحيي في النفوس ذكراهم، ونحفر في القلب أسماءهم، وغدا نلقى الأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق الحياة الشريفة والميتة الشماء واصطفى من عباده الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة على نبينا محمد الذي أخبر صادقا مصدوقا أن سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أما بعد، مرحبا بكم آل الشهداء الكرام وذويهم وإخوانهم ومحبيهم. مرحبا بكم يا من وقفتم لله في أرض رابعة كوقفة الحسين الذي قام قومته لإعلاء ما رآه من الحق. مرحبا حيث الغربة المرة، حيث النجاة بالجسد بينما الروح معلقة بوطنها، بين أسير مسجون وقبر حبيب وذكرى مكان وموئل. سنوات باعد فيها فاشيون مستبدون بيننا وبين بلادنا، لكننا لم ننس قضيتنا ولن ننساها أبدا. مرحبا بكم هنا في تركيا، موطن الضيافة التي نزلنا عليها فكانت لنا ملاذا من ملاحقات الغادرين. نجتمع اليوم من شتات معايشنا لنتذاكر لب قضيتنا وعلة غربتنا ودليل مستقبلنا، لنتذكر رابعة، نتذكرها بعد سنوات ست لم تغب فيها ذكراها عن مخيلتنا، تنقضي السنون بعد السنين ورابعة تحدونا للعمل بمجرد ذكراها. سنوات ست وأرواح الشهداء ما زالت ترتقي إلى بارئها، تشكو بطش المستبد لكنها تعلن أن الحق عزيز يستحق البذل والفداء. نتذكرها بعد استشهاد رئيس مصر في موتة شريفة تليق برجل شريف اختار بوعي وبإرادة أن يقول لا ولم يستسلم لإرادة الظلم. نلتقي اليوم لنجدد عهود الوفاء لشهدائنا ومعتقلينا. نلتقي لنعلن أن لقمة العيش ونوائب الدنيا التي تمر بنا لم تنسنا قضيتنا. وهل تنسى رابعة؟ وما أدراكم ما رابعة؟ رابعة موطن للطهر، صرخة ومشهد مهيب للثورة على الظلم، صرخة غضب في وجه المستبد وساحة للفداء والبذل والشهادة. اخلع نعالك عند وطئ ترابها فتراب رابعة من رفات شبابها. اليوم نحيي الذكرى وسط أجيال عاشت المجزرة وأجيال أخرى يجب أن تنشأ وسط حكاياها. نحيي الذكرى كي نورث للأجيال التالية حقيقة ما كان. هذا تاريخ لن يكتبه القوي الباطش، هذا تاريخ لن يضيع أبدا. سنروي الحكاية معا كي لا ننسى نحن، وسنرويها لأبنائنا كي يتعلموا أن آباءهم كانوا رجالا لم يقبلوا الضيم. نحيي الذكرى لكي نحيي الأمل، نحيي الذكرى كي نسترجع سويا من أين بدأنا وفيما أخفقنا وإلى أين يجب أن نصل. لقاؤنا هنا بعد سنوات ست من المذبحة ليس سرادقا للعزاء ولا لطمية لتفريغ الشحنات ولا منبرا لشعارات فارغة جوفاء. لقاؤنا مجلس للذكرى الهادفة لإحياء يوم من أيام الله، يوم مشهود من أيام ثورتنا المجيدة. نلتقي وبيننا أهالي الشهداء والمعتقلين كي نجدد معهم العهد ونتواصى معهم بالحق وبالصبر. نلتقي كي نرسل رسالة واضحة لا تقبل الشك. لن نترك قضيتنا ولن نتركها أبدا. لم نسامح من قتل أبناءنا وأحباءنا ولن نسامح. لم ننسى مظالمنا ولن ننسى من ظلمنا. لم ننسى دماءنا في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة وعربة الترحيلات ومجزرة رمسيس. لم ننسى
ولن ننسى. الآن نبدأ هذه الفعالية بكلمة منسق مبادرة حراك الأستاذ عمار فايد. أسر الشهداء الأبرار، أسر المعتقلين الأحرار، السيد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، السيد معالي السفير نضال الحراكي، السادة الكرام رموز الجالية المصرية ومؤسساتها وممثلي الجاليات العربية في اسطنبول، الإخوة والأخوات من الشباب والفتيات، الحضور الكريم. الحرية قيمة سماوية وحق انتزعه منا انقلاب عسكري ودفع وطننا مصر في سبيله مئات الشهداء بدءا من السويس من أول يوم لثورة يناير وحتى رابعة ثم الأيام القليلة الماضية في سجون النظام الاستبدادي من يناير منورا برابعة إلى يومنا هذا هتافنا حرية. لذلك تمثل رابعة لنا ملحمة مشهودة تستحق ذكراها أن تكون بداية لجهدنا التنسيقي في مبادرة حراك. لم يكن من الممكن أن تمر ذكرى رابعة بعد أيام قليلة من استشهاد رئيسنا الدكتور محمد مرسي دون أن نتداعى ودون أن نفكر ونخطط ونقرر أننا لن ننسى. فكل التضحيات ما زالت حاضرة في قلوبنا تلهب أرواحنا وتلهم عزيمتنا. لن ننسى أن ثلة طاهرة محبة لوطنها اختارت بوعي وبعزم أن ترفض الظلم كي لا يصير الباطل حقاً ولتنقذ حاضر مصر ومستقبلها من الضياع. لم تكن مخدوعة ولم تكن مغيبة، فلم تهرب ولم تنسحب رغم أنها اختبرت جرم القتلة وقسوتهم في مذبحة الحرس الجمهوري ثم في يوم المنصة. لن ننسى قضيتهم ولن ننسى حلمهم، لن ننسى قاتلهم. سنظل نطارده، سنظل نطارده يوماً بعد يوم وعام بعد عام كي لا ينسى جرمه وحتى لا يمحى عاره إلى أن تأتي ساعة القصاص. لن ننسى حكومات وأنظمة دعمت الجريمة ومهدت لها وأسكرتها دماؤنا. اطمئنوا، لن ننساكم، لن نصالح ولن نسامح. لن ننسى آلاف المعتقلين، لن ننسى معاناتهم ومعاناة أسرهم، ولن نسامح أو نفرط في حقوقهم التي لا تقف فقط على مجرد إطلاق سراحهم. لن ننسى كل ضحايا الاستبداد، من يعانون الفقر والخوف والانقسام المجتمعي في مصر. إن مبادرة حراك تنطلق من ذكرى رابعة، فإنها لا تعيش أبداً أسيرة في الماضي، ولا هي وسيلتنا لتمضية اليوم، بل هي مبادرة للمستقبل، للغد. إن حراك هي قرار برفض السكون، قرار برفض الانتظار حتى يأتي مخلص مجهول. إننا نؤمن في حراك
إيمانا لا يخالطه شك أن المخلص الذي تنتظره مصر هو نحن، هو أنت وهو أنت، فلن ينقض مصر من محنتها سوى جهدنا جميعا وعملنا جميعا وحركتنا الواعية إلى الأمام. نعتقد أن الخطوة الأولى في هذا الطريق هي تكامل جهود المصريين في الخارج، مؤسسات وأفراد في تركيا وغيرها. لم ندعكم اليوم لإقامة احتفال أو لترديد شعارات، كما أننا لم ندعكم لإقامة سرادق عزاء ونواح. أردنا أن نفتح باباً جديداً للشباب في ساحات للفعل والعمل، أن يلتقي الشباب في فرق عمل يفكرون ويتحاورون ويخططون ويتدارسون ويتلمسون سبيل الخروج. أردنا أن يكون لقاؤنا هنا بداية وانطلاقة لعمل جاد تعرفنا من خلال الإعداد له على بعض مبادرات الشباب وطاقاتهم وخبراتهم، ونجحنا بفضل الله في تنسيق وتكامل بعض جهودهم، وسنعمل بإذن الله على فتح باب لإطلاق مزيد من المبادرات. وندعو كل مهتم أن يضع يده في أيدينا على قاعدة التنسيق والتعاون والعمل المشترك. لسنا بديلاً لأي شيء قائم، بل نستمد نجاحنا من استمرار نجاح جميع الفاعلين واستثمار كل الطاقات والجهود، ونريد أن نكون ساحة يلتقي عندها كل الراغبين في التنسيق، كل الراغبين في تعظيم ثمرة حركتهم وثمرة فعلهم. نؤمن كذلك أن التوصل لحلول للتحديات التي تواجه مصر يتطلب أن يلتقي الشباب والمتخصصون والفاعلون يواجهون أسئلة المستقبل بوعي وبشجاعة، يعترفون بمواطن إخفاقاتهم وضعفهم، ويطورون قواهم وقدراتهم وخبراتهم. هذا جهد لن يؤتي ثمرته فوراً، لكنه واجب الوقت. حراك هي إعلان صريح أن 6 سنوات من السكوت تكفي، 6 سنوات من الحيرة تكفي، 6 سنوات من الانتظار تكفي، 6 سنوات من المعاناة تتطلب خطوة جديدة ونمط عمل مختلف أدواته الوعي والبناء والتخطيط وصناعة الفرص والتشبيك بين أبناء الوطن الواحد وتوحيد الهدف ولملمة الشمل. فلتكن رابعة أيها الأحبة هي لحظتنا لهذه البداية الجديدة، وفاءً للشهداء ونصرةً للمعتقلين وفي سبيل مصر وشعبها، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شكر الله لكم حضوركم وبارك خطواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سن البراءة.
من جنة الطفولة أحدثكم نيابة عن أصدقائي في ذكرى رابعة. فقدنا الكثير من أحبابنا وسالت الكثير من دماء آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا. أقول رسالتي الأولى لمن هم في مثل عمري، سنفرش طريقنا بالأمل ونعوض غياب أحبابنا بالصبر. ورسالة الثانية إلى الشهداء الأبرار، أنتم قدوة وفخر لنا. سنظل نحفظ أسماءكم وتضحياتكم. أنتم رسمتم الطريق ونحن لن نضيعه. أما من قتلونا وسرقوا وطننا، أعمارهم قصيرة. نحن المقبلون على الحياة وهم إلى ذلال. بيننا وبينهم فأر لن ننساه. بيننا وبينهم فأر لن ننساه. وفي الختام، إلى اللقاء القريب يوم نصرنا وعودتنا إلى الوطن، إلى مصر. Thank you.
كيان أو نسيان ها مستحيل. ناس راحت علشان الفكرة كان حلمها لبلادها وبكرة. سلام على روحكم الطاهرة، سلام مش حزن أو قهرة. ما احناش ناسيين لو بعد سنين مهما هيحصل دايما فاكرين حلمك لينا عايش فينا هنكمل فيه واليوم الدين. ما احناش ناسيين لو بعد سنين مهما هيحصل دايما فاكرين حلمك لينا عايش فينا هنكمل فيه واليوم الدين. محفورة في وجداننا أنت يا رابعة، لا ننساك،
محفور حلمك لمصر الحرية والعدالة الاجتماعية. هذا الحلم الذي سنعلمه لهذا الجيل لينشأ واعياً لا يساوم على حريته وكرامته، يدرك قصة رابعة ولا يحيد عن حلم آبائه وأجداده لمستقبل بلاده ولا ينسى ثأرهم. ولابد لهذا الوعي من إعلام محترف، ولابد لهذا المستقبل من شاشة أمينة تدافع عنه وتبشر به. عن الإعلام ورسالته يحدثنا مدير قناة مكملين الدكتور أحمد الشناف. السلام عليكم ورحمة الله. السيدات والسادة، الأبناء والبنات، الحضور الكريم، الضيوف الأعزاء، مرحبا بكم. ستظل ذكرى رابعة تذكرنا دائما بقضيتنا والحقوق المهدرة ونداءات المعتقلين وحرقة أهالي الشهداء والوفاء وعهد الوفاء مع الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي. الذي ظل حتى آخر لحظة في حياته ثابتاً على موقفه، لم يغير ولم يبدل، رحمه الله، ضارباً لنا المثل والقدوة في زمن يعز فيه القدوات. الحضور الكريم، تذكرنا رابعة بدور كل واحد منا السياسي والإعلامي والحقوقي، كل في مجاله. ستواجهنا الذكرى بتقصيرنا وستعري الشعارات ما نحن فيه، وتختبر الإرادات وتقيم المواقف والنتائج. فهل نحن مستعدون لهذا الاختبار وهذه الأسئلة؟ لن تكون ذكرى رابعة ذكرى للبكائيات، كما أنها لن تكون ذكرى لجلد الذات، بل يجب أن تكون محطة للتقييم والتصحيح والعمل والتغيير بكل ما يستلزم الأمر من تضحيات وجهد. الجمع الكريم، إن العمل الإعلامي والحرص عليه وعلى تطويره بات أمراً واجباً، خاصة في ظل ما يفرضه نظام العسكر في مصر على وسائل الإعلام من قمع وتعتيم واحتجاز واعتقال لعشرات من الصحفيين والإعلاميين. ولا يخفى على أحد حجم الجرائم التي يقوم بها النظام المصري تجاه معارضيه، بداية من فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومرورا بسلسلة من المجازر، وانتهاء باغتيال الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم العودة إلى المسار الديمقراطي ووأد الديمقراطية في مصر. ولا يخفى عليكم أن عدد المعتقلين في مصر من الصحفيين والإعلاميين فقط الموثق أسماؤهم بلغ 90 صحفي، وهناك قضايا إعلامية ملفقة للإعلاميين مثل قضية مكملين اثنين وقضية الثقب الأسود التي يتم الزج بكل الإعلاميين والحقوقيين فيها. السيدات والسادة الحضور، دعوني استغل هذا المكان وهذه الكلمة لأوجه التحية باسمي، باسم قناة مكملين وقناة الشرق وقناة وطن، إلى كل إعلامي حر، إلى كل من يحمل هم قضيتنا ويتحرك بها ويعمل لأجلها ويقف إلى جانب الشعب، إلى جانب الشعب المكلوم. في نهاية كلمتي أدعو الإعلاميين والسياسيين بأطيافهم وألوانهم إلى تجاوز كل الخلافات
واستعادة اللحمة الوطنية داخل مصر وخارجها، وأن يطوروا الاتصال مع المنابر الإعلامية لننهض بها ونتجاوز كل العقبات والاتهامات التي تتردد هنا أو هناك. وأدعو الجميع إلى المشاركة في وضع خطة للمرحلة المقبلة لنحيي ذكرى رابعة إحياء يليق بها. لن ننسى رابعة ليعلم أبناؤنا أن آباءهم وأجدادهم كانوا رجالاً لا يقبلون الضيم، ولا ينزلون أبداً على رأي الفسدة، ولا يعطون الدنية أبداً من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. رحم الله شهداءنا، شهداء رابعة والنهضة وشهداء ثورة يناير، ورحم الله الرئيس الدكتور محمد مرسي. جزاكم الله خيراً. الكلمة سلاح يخشاه المستبد، أداة مقاومة وفعل، لا مجرد أحرف ترص. لذلك كان الشعر الحر في القلب من كل فعل اجتماعي ونضالي، وكان صدق الكلمة يلقي الرعب بقلب الأنظمة فتظن الهمس رعداً. لأجل هذا يطل علينا الشاعر عبد الرحمن يوسف، الذي تتفجر الثورة من كتاباته شعراً ونثراً، فكانت من المبشرات بثورة يناير الذين ظن الكثيرون أن الثورة حلم بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم قريب سأهنئكم بتحقق العدل، في يوم قريب بإذن الله وكل آت قريب سأهنئكم. لا أقول بأننا قد أخذنا ثأرنا ممن ظلمنا، بل أقول بأننا قد عدنا إلى بلادنا سالمين غانمين منتصرين بعد تحقق العدل عبر برنامج عدالة انتقالية يقتص بالقانون لا بالفوضى، وبالعدل لا بالثأر. برنامج عدالة انتقالية يحقق انتقالاً ديمقراطياً وانتصاراً للثورة على الثورة المضادة، لجماهير شعبنا على من ظلمها من المستبدين والعساكر. أيها السادة، لقد بدأ سقوط شهداء رابعة منذ يوم 25 من يناير 2011، ولا فرق بين شهيد وشهيد. واحتفالنا اليوم وتذكرنا اليوم ومحفلنا اليوم إنما هو استرجاع لأساس الثورة، وتذكير بأننا على عهد 25 من يناير ماضون، وأننا لا نفرق بين شهيد وشهيد، ولا نفرق بين معتقل ومعتقل، ولا نفرق بين اتجاه واتجاه، بل نطالب بوطن لجميع المصريين، ونطالب بمصر لكل العرب والمسلمين. مصر التي تؤدي دورها للإنسانية كلها،
دون مجاملة ودون عنصرية. أيها السادة، إنني أقف اليوم بين أيديكم لا لألقي على مسامعكم شعراً، ولكن لأذكر الجميع بأن أخطر ما يتهددنا اليوم هو اليأس، عدو الثورة الأول وعدونا الأول هو اليأس وليس أي شيء آخر. وما زلنا نلتقي ونجتمع على أمل في الغد، عاملين متمنين الخير، نجمع بعضنا، لا نفرق بين أيديولوجية وأيديولوجية وبين فكر وفكر، فتأكدوا أننا سننتصر قريبا بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا لكم. عليه، وهو أول رئيس انتخب بعد ثورة يناير. كان آلاف من قوات الشرطة مدعومون بالمدرعات والبلدوزرات والطائرات تتحرك بأمر عسكري لتنفذ الأمر بالفتك بمن في الميدان. قتل وتنكيل استمرت 12 ساعة متواصلة، كل 20 ثانية يسقط شهيدا آخر، شباب وشيوخ ونساء. أكثر من 30 طفلا قتلوا بدم بارد. منظمة العفو الدولية أعلنت 14 من أغسطس يوم مصر الأسود. Human Rights Watch قالت إنها أكبر عملية للقتل الجماعي للمتظاهرين في العصر الحديث، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. 868 حالة قتل موثقة، آلاف المصابين المعتقلين والمختفين. بعدها بأيام قتلت الشرطة 37 معتقلاً في ساعة واحدة، إضافة إلى أكثر من 800 آخرين قتلوا بالتعذيب ومنع الرعاية الصحية. حتى اللحظة لم تتوقف المذبحة، رغم مرور 6 سنوات على المجزرة لم يحرك أحداً ساكناً للمطالبة بحقوق هؤلاء الضحايا من القتلى أو المصابين أو المعتقلين، ولم يفتح أي تحقيق لمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. ماذا يحدث حين يواجه إنسان أعزل دبابة ورشاشة؟ كم يصمد؟ ساعة؟ ساعتين؟ بل حدث أن صمد 12 ساعة. تتعدد الروايات وزوايا النظر حول رابعة الفكرة والجدوى، لكن حديث الصمود ليس حوله إلا رواية واحدة. إنها العظمة المطلقة واستمداد القوة من السماء. رابعة كانت ملحمة، روحا جديدة تولد بداخلنا لتبقى، روحا جديدة تبعث بداخلنا وتصلنا بالشهداء منذ يناير وحتى رابعة وما بعد رابعة، روحا تفيض من داخلنا كي تحكي للأجيال التالية ما كان. والآن مع ملحمة جوانا روح يخلدها لنا ولمن يأتي بعدنا كوكبة من النجوم.
على حقنا وما جاش لسانا مكملين والحلم ما انتهاش يتبدل المكان يتغير الزمان القلب الحر شايف روحه في نفس الميدان وانا روح ما بتلتفيش قلبك ولم علشان يعيش لسه انا عايش والامل ما بينتهيش وانا روح وانا روح ما بتلتفيش قلبك ولم علشان يعيش المحن كان استحال يبلنا معنى الرجال مين اشترى ودفع الثمن ومين في أول مجمال على قد ما سقطت وشوش خدعونا بالوش البشوش لما الميدان احتاج رجال مبادئ ما استحوش يتجدد المكان يتغير الزمان القلب الحر شايف روحه بنفس الميدان وانا روح وانا روح ما بتلتفيش قلبك ولا علشان يعيش لسه انا عايش راسها مع راسك ويبقى في السماء ذكرك حتى لو نسوك ناسك وجعنا في دنيا الفني حيبقى نور في يوم الدين ووجع اللي يخون الحر مصاحبهم في دنيا يتغير الزمان القلب الحر شايف روحه في نفس الميدان وانا روح وانا روح ما بتلتفيش قلبك ولم علشان يعيش لسه انا عايش والامل ما بينتهيش وانا روح وانا روح علشان يعيش لسه انا عايش والامل ما بينتهيش وانا روح علي يا ظالم في حصونك خلي الحراس ملايين يكفي ان نشوف في عيونك سجان وخوف وسجين فاني وسلطانك سايب ومسرنا في يوم نتقابل من غير حرسك وجنودك عند القيوم العالي يتبدل المكان يتغير الزمان القلب الحر شايف روحه في نفس الميدان Gitmeyen bir sevdasın ey
sönmeyen yıldız parlayan ay. Biz çökmedik, baş eğmedik, senin için ne yazgırdık. Hala ahdilmeden yaşayıp قريب مهما كنت بعيد. ولو حقق بإيدي ما جاش فربك مش هينساكي. يتغير الزمان القلب الحر شايف روح نفس اللي كان. وانا روح ما بتوقفيش قلبك ولا علشان يعيش لسه نعيش والامل ما بينتهيش. وانا روح عشان خاطرك انا راضي. ولو ما شفتش عين النور هيطلع بكرة لولادي. شهيد من عاش لأوطانه في عز ما كلهم خانوا. ومهما يبعدوا عنك في قلبك اسمه مكان. يتغير الزمان القلب الحر شايف روحه في نفس الميدان. وانا روح وانا روح ما بتنتفيش قلبك ولا علشان يعيش لسه نعيش والامل ما بينتهيش. وانا روح وانا روح علشان يعيش لسه نعيش والأمل ما بينتهيش. وانا روحه في نفس الميدان. وانا روح
politics, palaces, power, injustice will not protect you on Judgment Day. Children crying, dreams dying, terrorism rising. It's time to take a stand and hold each other's hand. Let's not be blind to barbarity. Just give a chance to humanity. ولا حيطة حتشفع عليك، اغضب لو حتى بقلبك، لو مش قادر بإيديك طعم الحرية انفاتك، اغرسه في نفوس أولادك، علمهم حب ترابه والعن فرعون في صلاة. في زمان الظلم مالي اثبت ووعد تجاري، الحق معاك ومصيرك هتهد الصرح عليك، وبإيديك رح ترجع حر تخضر إن كانت صحرا، وحيسجد يومها الصحرا في القدس ضد الروح. Dream was to have her own camera. She dreamt of becoming a war reporter. She dreamt of conveying the truth to the whole world. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم الليلة أنا حبيبة أحمد عبد العزيز. This never happened because she was killed in Rabah massacre. The world did not and will not forget Rabah. Thank you.
للصحافة كلمتها في ذكرى رابعة، إذ كانت حاضرة في القلب من الحدث الضخم وشاهدة عليه مع جملة الشاهدين، لتدلي للتاريخ بتوثيقها المحترف ولا تترك الحقائق غائمة. ولقد قدم الصحفيون بطولات في هذا اليوم، وأثبتوا أن الصحافة اشتباك مع الأحداث وموقف للشرف، لا حياد باهت فلا حياد في المبادئ، وإنما موضوعية توفر الحقيقة الناصعة للناس. يحدثنا اليوم خالد فهيم كصحفي عايش يوم الفض في الميدان وشاهد على الجريمة. الأخوات الحضور الكرام، تحية طيبة. أود أن أتوجه في بداية كلمتي بالدعاء بالرحمة والمغفرة لزملاء الصحفيين الذين استشهدوا في ميدان رابعة العدوية أثناء أداء واجبهم في نقل الحقيقة. وأبدأ كلمتي بحمد الله والثناء عليه الذي جعل الكلمة سلاحاً يهدم عروش الطغاة ويبني عقولاً وقلوباً وأمماً ويبعثها من بعد موتها. وبعد، كصحفي عايش الانقلاب وكان شاهداً على المذبحة، لا يمكنني إلا أن أبدأ كلمتي هذه بالحديث والرساء لزميلي وأخي الشهيد مصعب الشمل. في الحقيقة وبشكل شخصي، مصعب بالنسبة لي هو تجسيد واقعي لما يجب أن يكون عليه الصحفي وكل من تولى مهمة إيصال الحقيقة إلى الناس. كان يمكن لمصعب ببساطة أن لا يتواجد في الميدان في هذا اليوم، ولكنه فضل الخيار الأصعب. في هذا اليوم كنت شخصياً أمارس عملي بالكثير من الحذر والحيطة، وأثرت السلامة في كثير من اللحظات، لكن في الوقت نفسه وفي المكان نفسه كان مصعب يقف بكاميرته في وجه الرصاص حتى لا تغيب الحقيقة، وحتى يعرف الناس وتعرف الأجيال القادمة ماذا حدث من أهوال في هذا اليوم العصيب. شاب في مقتبل عمره ينتظره مستقبل يليق بمصور محترف، وتنتظره أحلام وأسفار وإنجازات خاصة وعامة، مهنية واجتماعية، كما ينتظره دوره في العمل العام وفي الرسالة التي اختارها واختارته. لكن كل هذه الأحلام أصبحت في لحظة غير ممكنة، ولولا صوره ولقطاته التي التقطها قبل أن يرتقي شهيداً، هو ومجموعة أخرى ممن وظفوا سلاحهم لهذه الرسالة، ما علم الناس الكثير عن رابعة، ولوجد القتلة فرصة أيسر للتملص من جرائمهم، فقد أوسعهم تقتيلاً بكاميرته قبل أن يلتقطوه برصاصه. نحن جميعاً مدينون لمصعب ولباقي الصحفيين الذين استشهدوا في الميدان بالكثير، فهم حملة الحقيقة وضمان استمرارها ناصعة تطارد كل من يريد إخفاءها، وهم حالة تمثل غاية ما يمكن أن يصل إليه الصحفي من أداء للأمانة الكبرى الملقاة على عاتقه. إنني أقف هنا كصحفي حضر الفض بأهواله وشاهد الموت مع مئات ممن حضروه في ملحمة بطولية صنعتنا جميعاً. وكما شكلت كآباتنا ومأساتنا التي ربما لن تفارقنا مهما مر الوقت، فإنها خلقت منا صحفيين ومحترفين في مجال نقل الحقيقة. أنضجتنا جميعاً رابعة، وجعلتنا مصرين على حمل هذه الرسالة ودفع فاتورتها الغالية مهما كلفنا الثمن، فهي أخت النبوة وإحدى مظاهر الصدق التي جاءت به الرسالات.
وفي ختام كلمتي أود أن أتوجه بالشكر للإخوة في مبادرة حراك على هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للحديث أمام حضراتكم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالقصائد أن تسيل أنهاراً عن البطل الصامد الذي لم يترك المعركة ويؤثر السلامة ولم يعطي الدنية ولم يقبل الضيم، وحري بالمقامات أن تستلهم أنشودتها الخالدة من ذلك المصري النبيل الذي دافع عن حلم بلاده وحريتها، عن إرادة شعبها وكرامته، فهشم صدره رصاص غادر. دع الدنيا وغادرنا فإنا صغار أيها الرجل الكبير، تضيق الأرض بالأحرار فاصعد، لأن الأرض عنوان صغير، فإن الموت أهون من حياة يسوس أمورها وغد حقير، لأنك يوسف والجب أعمى وأعمى كل من لم يأب ذلا، لقد منعوا الصلاة عليك ظلما ولكن ثالث الحرمين صلى، سيخسر كل من والى لقيطا وإنك كنت للرحمن مولى. الإنتاج والعمل والجدية علشان نمتلك ثلاث حاجات: ننتج غذائنا، ننتج دوائنا، ننتج سلاحنا. هذا أمر وطن. خلي بالكم إن مفيش حاجة بتستخبى، بلد في حاجة إلى أهلها، كلنا نحتاج لبعض. رشوة لا، محسوبية لا، فساد بظلم للناس لا، تضيع أوقات على الناس لا، تضيع فرص على الوطن لا، إساءة لهذا الوطن لا. أكبر معوق لحركة الاستقرار وحركة النمو والتنمية والنهضة هو الفساد. أيها الشعب المصري العظيم، بايعتكم على أن أصون هذا الوطن، أقسمت أمامكم وأمام الله والعالم، تحركت في كل الميادين ومع كل المخلصين لكي ننهض بمصر، لكي تقف مصر بعد كبوة طويلة تنهض وتنتج غذائها ودوائها وسلاحها، وهذا أمر ليس سهلا. ثورة المصريين ما كانتش ثورة جياع أبداً، هذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعاً إذا احترمناها إن ما يبقاش بيننا وبين بعض قتال. محمد مرسي لم يكن والآن ليس حريصاً أبداً على كرسي، يعلم رب العباد هذا الأمر بيني وبينه ومعكم. حافظوا على مصر، حافظوا على الثورة، اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجب كتير والسحرة كتير والتحدي كبير، وانتوا قادرين تواجهوا هذا. إذا كان الحفاظ على الشرعية تمنوا دمي أنا، فأنا مستعد أن أبذل ذلك رخيصاً في سبيل هذا الوطن واستقراره، حسبة لله سبحانه وتعالى. ليس المهم الشخص، ولكن الأهم هو الوطن. اعلموا أن الأمور تجري بمقادير،
وأن الله غالب على أمره، وأن الله لا يريد لنا ولكم، لا يريد الله ولن يريد لهذا الوطن وأهله إلا الخير. قلبي على وطني ينفطر، وإرادتي مع أهلي مع وطني، أهلي على فكرة أهل مصر كلهم، إرادتي معهم حديدية. أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، أنا عايز أحافظ على الأطفال ولادنا اللي حييجوا يكبروا بعدين، أنا عايز أحافظ على البنات حيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا ولادهم إن أبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. يدي مغلولة وأنا أدافع عن نفسي لأني أمين على أسرار وطني. ما يحدث معي الآن لا يصح أبدا. الخصومة السياسية جعلت الحكومة الحالية تتهمني بالكفر، والنيابة قالت ذلك أكثر من مرة أننا كفار. أقول لكم وطني، لو شغلت بالخلد عنه ما زعتني عليه في الخلد نفسي. والله يشهد أني ما أقول هذا الكلام دفاعاً عن نفسي، ولكن شهادة أمام الله. صبره وسموه
الحرب لعدوه وعدوه. والآن يحكي بعضهم عن صبره وسموه. القصر وكر عقارب ما بالكم شعبني لأوباع القضية. يا شهيد لم يقبل الطيمة ولم يرضى الدانية. يا شهيد ما خان شعبني لأوباع القضية. توديعه الدنيا بلا شعب يقيم عزاءه. يحكي عن الجيل الذي ما نال بعد جزاءه. جيل تليق به الحياة فلن يطيل رثاءه. جيل تليق به الحياة فلن يطيل رثاه. من دون عدة فارس يعلو الجبان كما يشاء. ويرى جسور حتفه ونعيد ألفي كربلاء. يعلو الجبال كما يشاء. ويرى جسور حتفه ونعيد ألفي كربلاء. تلك الهزيمة باسمه لكننا بلسان عربي يطل على إخوانه العرب، فترفع اللغة حدود الفهم والمحبة فيما بينهم، لتكشف عن قلب كبير محب لإخوانه، مهموم بقضايا أمته. إنها صورة مشرفة للسياسي حين نتابع السيد ياسين أقطاي الذي يجسد نموذجاً حياً لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نستمع الآن إلى تركيا وإلى أحد سياسييها المميزين، السيد ياسين أقطاي مستشار رئيس الجمهورية التركية. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أود الشكر على الدعوة إلى هذه الفعالية لذكرى مذبحة رابعة، تلك الجريمة التي تغيب عن القلب، لا تغيب عن القلب. رابعة لم تكن مجرد حدث سياسي، وإنما هي حدث إنساني كذلك، فمن لم يتعاطف مع رابعة فلا قلب له. أكثر من 1000 إنسان تم قتلهم من انقلابيين فاشيين على مرأى ومسمع من العالم كله. لم تشفع لهم صرخات الأطفال ولا نظرات الكبار، فإن هؤلاء الناس كانوا فاقدين إنسانيتهم. أتذكر جيدا الرئيس رجب طيب أردوغان، رجب طيب أردوغان بعد المذبحة عندما بكي على الهواء، وعندما سأله المذيع على سر بكائه فقال له أنه جرب الظلم من قبل ويعلم الألم الذي يمر به هؤلاء. ومنذ هذه اللحظة ولا يلتفت الرئيس أردوغان إلى المنقلب عبد الفتاح السيسي، لا يلتفت الرئيس أردوغان إلى المنقلب عبد الفتاح السيسي في أي محفل دولي، كما يستحق. فهو أتى على ظهر دبابة. بعد المذبحة كانت تركيا أول دولة فاتحة ذراعيها لاستقبال المصريين، وكان استقبالهم من دافع وطني وإنساني. عملت تركيا على احتضان العرب المضطهدين من أحداث الربيع العربي وفي القلب منهم المصريين، لإيماننا أن الحرية من أعلى القيم التي تناضل الشعوب من أجلها. لو تذكرون في 15 من تموز الذي حصل في الانقلاب الفاشل في تركيا، حين تصدى الشعب التركي للانقلابيين بجسده وهو لا يملك شيئا في يديه، كان هذا التصدي سببه معرفة الشعب التركي بويلات الانقلابات العسكرية وكيف تدمر البلاد. الانقلاب دائما يدمر البلاد ويفسد كل شيء، لأن الانقلاب هو الفساد، الانقلاب هو الإرهاب. أما في مصر فعند الانقلاب على الرئيس محمد مرسي فالآن يسوء الوضع يوما بعد يوم، فالانقلابيين لا حد لجرائمهم، وكانت آخر هذه الجرائم قتل الدكتور محمد مرسي بالبطيء عبر حرمانه من أبسط حقوقه على مدار 6 سنوات، وهو ما يدعونا للمطالبة لفتح تحقيق دولي عادل وشامل في ملابسات قتل الرئيس المنتخب محمد مرسي. فإن قتلة الرئيس مرسي هم قتلة الناس في رابعة، وهم الذين يحكمون مصر الآن، وينبغي القصاص من كل مجرم ظالم. أما شهداء رابعة ومحمد مرسي فهو في قلبي وسيبقون نبراس الحرية والكرامة بيننا.
ومنعوا الناس أن يصلوا عليه في جنازته، ولكن لم يستطيعوا أن يمنعوا الصلاة من كل المساجد إما في تركيا أو في كل أنحاء العالم. كما ندعو المجتمع الدولي للتحرك لقضايا المظلومين في البلدان العربية، فلا أقل من محاكمة دولية عادلة لقتلة السيد الرئيس محمد مرسي، ومحاسبة دولية للقاتلين، والضغط على النظام المستبد القاتل لوقف نزيف الدم الذي لم يقف منذ طول إدارة البلاد. وأخيراً، نؤكد على احتضان تركيا لإخوانهم المصريين ونصرتهم لقضيتهم العادلة، وأنهم جزء من الأشقاء الذين نبذل لهم الغالي والنفيس. وأود الشكر كل لمن رتب هذا الحفل، وأشكركم كلكم شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت الأيام تسير في مسارها رتيبة مكررة، حتى جاءت الثورة شابة متمردة، لكنها تعثرت سريعاً أمام الدبابة وطوابير إعادة الماضي. كانت جولة قصيرة، الشباب هم حسنتها وثمرتها. إن جيلاً جرب الحرية والإنجاز عليه أن يتمسك بأمله وحلمه لبلاده، عليه أن يورث مذهبه وأن يجدد العهد للثورة بألا تموت جذوتها في قلبه. الآن مع كلمة الأستاذ حسام الشربجي إلى كل مصري بالخارج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم أهل الشهداء الكرام. السلام عليكم أهل رابعة الأحرار. السلام عليكم أهل النخوة والعزة والكرامة. السلام عليكم أيها الشباب، يا من معاقد العمل معقودة عليكم. الرئيس محمد مرسي سلام الله عليك، طبتم وطاب ممشاكم وطابت أمانيكم، أمانيكم التي حلمتم بها في 25 من يناير، أمانيكم التي أراد العسكر أن يقتلها في رابعة، أمانيكم بالحرية والكرامة والعدالة. نعم، العدالة. نحن اليوم في ذكرى مهيبة، ذكرى رابعة، رابعة العدوية، رابعة الحرية، رابعة الكرامة، رابعة الربيع العربي. في رابعة كان لقاؤنا، وكانت أحلامنا، وكانت نسائم الحرية. ونحن نجدد لقاءنا اليوم وأحلامنا، ونتمتع بحريتنا. وفي رابعة كانت صلاتنا، وكانت أخوتنا، وكانت وحدتنا. في رابعة كنا صوت الحق، ووحدنا هذا الميدان من فرقتنا. واليوم نحن لسنا في ذكرى، أكرر، اليوم نحن لسنا في ذكرى سنوية، فنحن لم نترك الميدان حتى نستسلم ونحيي هذه الذكرى، ونعلن أننا نحييها في هذا اليوم. جئنا هنا
لنتذكر رابعة ونذكر بها، لنتذكر ونذكر بحقوق الشهداء والمعتقلين وبكل من له حق علينا. جئنا والتقينا لنهب من جديد مستلهمين من رابعة روح الصمود ومن دماء الشهداء الزاد والوقود. ها نحن نجتمع اليوم مرة أخرى في ذكرى رابعة لنجعل من الذكرى وحدة فوق الوحدة وفوق الفرقة. نجتمع من شتاتنا اليوم، من المهجر، من كل مكان، لنتذكر هذه القضية التي خرجنا من أجلها. نتذكر رابعة وشهداء رابعة ومعتقلي رابعة وما بعد رابعة. نجتمع لنواسي أسر الشهداء ونقول لأمهاتنا: يا أهلنا، نحن منكم وأنتم منا، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نجتمع اليوم لنرسل رسالة، رسالة للمعتقلين وزويهم: صبرا فإن بعد العسر يسرا، أنتم والله لكم في أعناقنا عقد واتفاق. نجتمع اليوم نحن الشباب لنرسل رسالة لأنفسنا في البداية هنا وتحديدا في اسطنبول بأننا قادرون على أن نجتمع مرة أخرى، قادرون على الوحدة، قادرون أن نعود إلى قضيتنا بعد أن شغلتنا مجريات الحياة، قادرون بعدما أبطأ بنا التسويف أن نستأنف الطريق إلى وحدتنا، نصرة لإخواننا المعتقلين في الداخل والمأسورين، وبداية لاستكمال مسيرة شهدائنا الذين سبقونا بين يدي الله، ومواصلة للسعي خلف حياة كريمة لنا ولأسرنا ولأبنائنا من بعدنا. نحن اليوم نخاطبكم باعتبارنا شباباً بعيداً عن الانتماءات والتحزبات والشعارات، شباب أردنا أن نجتمع من جديد وأن نثبت للعالم أننا قادرون على المواصلة والسير، وأن مهمتنا التي خرجنا من أجلها علينا استكمالها. نتحدث من أرض اسطنبول لنعلن لأنفسنا أن علينا دور كبير ربما يفوق الذي على إخواننا في مصر في الداخل، دور في السياسة ودور في الإعلام وفي المجتمع الدولي وفي الفكر وفي البذل وفي السعي إلى قضيتنا الأولى. وقبل ذلك كله علينا دور شخصي في أن نتوحد أولاً وأن نتآلف فيما بيننا وأن نعيد قضيتنا إلى مكانتها في سلم الأولويات في حياتنا، ليكون المعتقلون أولوياتنا ومصر هدفنا. وإيماناً منا بالمبادرات والجمعيات والمؤسسات المصرية في اسطنبول وأن علينا دور كبير منوط بها، فقد أطلقنا هذه المبادرة، مبادرة حراك، لتنضم إلى أخواتها من المبادرات التي في اسطنبول لتعمل على تعزيز أواصر اجتماعنا ووحدتنا، ثم العودة مرة أخرى إلى قضايانا العادلة، القضايا التي خرجنا من أجلها وعلى رأسها قضية المعتقلين. فإن الدماء الزكية التي روت أرضاً استحالت الأرض حقلاً ينبت أو ينبت المقاومة، وأن اصطفاء الله للشهداء مقدمة لحصد الظالمين ومحق الكافرين. وقال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحدثكم اليوم وأحدث الشباب بشكل شخصي كي نحقق هذا الهدف المنشود، فإننا نحتاج أولاً، أول ما نحتاج، إلى جهود كل واحد فيكم فرداً كان أو كيان. نحتاج هذا الصوت الشبابي الذي يوحد ولا يفرق، والذي يجمع ولا يشتت، والذي يسعى لاستكمال ثورتنا واستمرار واسترداد كرامتنا.
فالشباب هم أمل الدعوات وناصر الأنبياء، وعلى أكتافهم ينصب اللواء. على الشباب أن يتحركوا الآن مرة أخرى ليوجهوا الدفة تارة أخرى إلى القضايا المنوط بهم القيام بها. وفي الذكرى الأولى لرابعة بعد رحيل رئيسنا الشرعي الدكتور محمد مرسي، فإني أدعو الشباب إلى العمل تارة أخرى لنكون رجلاً واحداً لا يقبل الضيم كما كان رئيسنا. وأدعو الجمعيات والمؤسسات والهيئات المصرية في الخارج إلى التعاون مع هذا الجهد التنسيقي والذي لا يختلف في غايته أحد، فالتاريخ لا يرحم أحد، وقدرنا أننا أتينا في زمن يطالبنا التاريخ فيه بالكثير. وفي أول ذكرى لرابعة بعد رحيل رئيسنا، فإننا نجدد العهد على العمل تارة أخرى لقضيتنا. نجدد الذكرى لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونسعى من جديد إلى لم شملنا في تركيا من هذه الأرض من إسطنبول. ومن هنا ومع هذه الجهود الشبابية في التنسيق والعمل والبذل يمكننا أن نستعيد طريقنا مرة أخرى. أهلي أهالي الشهداء، شباب رابع الأطهار، ممثل الدولة التركية، شكراً لكم وإلى العمل. إن دماء الشعب حرم جدير بأن يصان، لكن اللصوص الغادرين لا يعرفون حرمة، ولا تلزمهم شريعة أو قانون. تختلف الاتجاهات والأفكار، ويظل دم الإنسان حرماً مصوناً واجب الحماية. لا فرق بين أبيض أو أسود، أو إسلامي أو ليبرالي أو يساري، كل الناس سواء وكل الدم حرام. Thank you.
بلد الأحرار بتحدى بعزم وإصرار ثائر يا بلد الأحرار بتحدى بعزم وإصرار وإن بعدوني القلب اختار يرفع اسمك للآخر ثورة ملايين قلبنا ما يدين ثورة ملايين قلبنا ما يدين وده حق ودين على الحر تروي عاكر عامل حرية مش ممكن يرضى بدنية اللي يدوب عامل حرية مش ممكن يرضى بدنية وانا لاجل عيونك يا بهية رابط على جرح وصابر دورة ملايين قلبنا ما يدين دورة ملايين قلبنا ما يدين وده حق ودين على الحر تروي عافر عن حبك ابدا ما بتوب انا في غرامك دايب دوب يا ارض الخير العام بطلوعي بغسلك دوب عن حبك ابدا ما بتوب انا في غرامك دايب دوب يا ارض الخير العام قلبنا ما يدين ثورة ملايين قلبنا ما يدين وده حق ودين على الحر تروي عافر ثورة ملايين قلبنا ما يدين ثورة ملايين قلبنا ما يدين وده حق ودين على الحر تروي عافر آلاف الأسر المصرية قدمت وتقدم من أعمار أبنائها وأحلامهم في سجون نظام مستبد. ماذا نقول لهم من موقعنا هنا في الأمان؟ ربما نجونا من ألم الأسر، لكننا أسر الحزن معكم ومن أجلكم، أسر الخجل من عجزنا عن تحريركم. حسبنا أننا لا ننساكم وأن حريتكم هي قضيتنا. المعتقل ليس مجرد رقم، بل هو قصة معاناة إنسانية من لحم ودم، قصة صمود وإباء رغم الآلام، قصة إيمان وأمل في مستقبل مصر
الذي يتطلب البذل والتضحية. يا كرام، سيمضي الأسر وسيبقى الأجر. عن المعتقل يحدثنا المعتقل السابق الأستاذ مسعد البربري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلم يقينا أن هذه القاعة تضم بين جنباتها عشرات إن لم يكن أكثر من المعتقلين السابقين، وربما يكون جميعهم أكثر مني معاناة داخل السجون. كما أعلم أيضا أن داخل هذه القاعة الآن من الزوجات والأمهات والأبناء من عانوا أكثر كثيرا من زوجتي وأبنائي أثناء فترة اعتقالي. حينما تحدث إلي الزملاء المنظمون لهذا الحفل وطلبوا مني كلمة عن المعتقلين، وقالوا أن الكلمة لا تتجاوز المدة 5 دقائق، احترت حيرة شديدة. في 5 دقائق أتكلم عن معاناة المعتقلين إزاي؟ تواصلت مع بعض المعتقلين السابقين والحاليين وسألتهم: ماذا لو طلب منك أن تتحدث عن المعتقلين؟ فعن أي شيء تتحدث؟ قال لي أحدهم: تحدث عن الجسد والأمراض التي تصيب الجسد داخل السجن، احكي لهم كيف تحول أحمد عارف من شكله قبل السجن إلى الشكل الذي نراه عليه أثناء المحاكمة، احكي لهم عن كيف تحول فلان أو علان من الصورة التي كنا نعرفه عليها إلى الصورة التي وصل إليها. أو تحدث عن الجسد واحكي لهم عن الأمراض وطابور المعتقلين المرضى الذين ينتظرون الموت داخل المعتقل. كل يوم بنسمع عن شهيد جديد داخل السجون، وللأسف الشديد الأعداد مرشحة للزيادة. قال لي: تحدث عن الأمراض مثل الجرب عافاكم الله، ومدى المعاناة التي يعانيها المعتقل من مرض كهذا. زميل آخر قال لي: لا تتحدث عن الجسد، بل تحدث عن الروح والنفس، تحدث عن لحظات الاكتئاب التي تنتاب المعتقل، تحدث عن لحظات اليأس، تحدث عن لحظات القنوط والتفكير في تغيير كل شيء. آخر قال لي: لا، حتى لا يصاب الناس بشيء من اليأس، تحدث عن العقل، تحدث عن تغيير الأفكار، مراجعة المواقف، تحدث عن اللحظات التي تقف فيها مع نفسك داخل السجن وتراجع كل ما فات وتقف في حيرة شديدة: ماذا لو خرجت غدا؟ ماذا أفعل؟ زميل آخر قال لي: بل تحدث عن السجون بشكل عام، تحدث عن احتراف صناعة المعاناة. هؤلاء احترفوا صناعة المعاناة للمعتقلين داخل السجن. أو تحدث عن شكل الزيارة في سجن العقرب من خلف القفص الزجاجي، وأنت تتلمس الزجاج بيديك وتتخيل أن يديك لامست يد أولادك. أو تحدث عن عنابر التأديب أو عنابر الإعدام أو ما يسمى في السجون بالمخصوص. أو تحدث عن التفتيش وكيف يعني يدخلون عليك الزنزانة فيقلبونها رأساً على عقب متعمدين. أو تحدث عن دورات المياه داخل الغرف التي تجمع 26 معتقل في غرفة مساحتها 24 متر مربع، كيف يتعاملون مع الحمام
عافاكم الله، أو تحدث عن المواقف المضحكة والنوادر التي لا تنسى داخل المعتقل. في الحقيقة كلمتي لا تتسع لذكر أي من هذه التفصيلات، والتفصيلات في غاية الأهمية، وهذا أمر أريد أن أركز عليه، أننا ما زلنا حتى هذه اللحظة نستعرض شؤون المعتقلين استعراضاً يعني عرضياً مجملاً، وهذا لا يبرز أبداً حجم المعاناة. المعاناة تكمن في كل تفصيلة مهما كانت صغيرة جداً. المعاناة قد تكون خلف ذبابة أو ناموسة في سجن العقرب، ولها قصة طويلة لعلنا نحكيها في مواقف أخرى. المعاناة قد تكون مجرد لحظة انتظار لزيارة، وهل سيدخل الأبناء أم لا؟ هل سيسمحون لأم بالدخول أم لا؟ أم التي باتت أمام المعتقل ساعات طوال حتى تدخل وتراني. أخ آخر طلب مني وقال تحدث عن أهل المعتقلين، عن انقطاعهم عن الزيارة بسبب الظروف المالية. أخ ما بيزورش في الزنزانة بقاله سنين شهور، ما بيزورش ليه؟ ومع الضغط نكتشف أنه لا يزور بسبب أن أهله لا يمتلكون المال حتى يأتوا لزيارته. تحدث عن الأطفال الذين ولدوا وآبائهم داخل السجون، ومن كثرة تكرار الطفل على الزيارة ظن أن هذا هو الوضع الطبيعي، ده بيت أبوه، هو ده المكان اللي أبوه موجود فيه، ده المكان الطبيعي. صار يعرف أنه سيرى من يشيرون عليه ويقولون له ده بابا حينما يرى العسكري. تحدث عن قصاصة الورق أو طبقة المنديل التي تكتب عليها بعض الكلمات كتبت مئات المرات قبل ذلك، لكن ينتظرها الأهل بكل لهفة وكل أمل في أنهم ينالونها. قال لي تحدث عن الأمهات وكيف يصل بهم الحال أحياناً أنهم يستجدون أحد الضباط أو العساكر ليسمح لهم بالسلام أو بدقيقة زائدة تجلسها معك. يحسب أنني لو استمريت في عرض العناوين التي أرغب في الحديث عليها فسيطول المقام بي وسأتجاوز بكثير كثير جداً ما هو مسموح من وقت. خلوني أنقل إلى رسالة أخرى المختصرة جداً، وهي ماذا يريد منا المعتقلون؟ ماذا يريد منا المعتقلون؟ ولن أتحدث عن الكيانات والجماعات، بل أتحدث عن الأفراد بشكل فردي. ماذا يريد منك المعتقل أنت كفرد؟ أذكر جيداً حينما كنا داخل بعض السجون التي كان يتوفر لنا فيها أدوات اتصال، ونرى صورة أحد الزملاء وأحد المعارف، وهو يعني وهذا حقه، أنا لا يعني أمنع أحد من هذا، لكن أصور المشهد فقط، وهو يعني بيتفسح هنا أو هناك أو بيتصور جنب شيء معين أو كم كان وقع هذه الصورة يعني من قسوة على النفس، كم كان لها من وقع قاسي جدا على النفس. يعني هذه حقائق ربما يعني يرى البعض أنني أذهب إلى تفاصيل صغيرة، لكن هذه حقائق عشناها داخل السجن. يمكنك أن تتواصل مع أسرة معتقل. كثير منا داخل المعتقل فقد تواصل إخوانه وزملائه مع أهله. لما خرج أو هو أثناء الزيارة يسألهم عن مين اللي بيتواصل معاكم، مين اللي بيسأل عليكم، فلا يكتشف أحدا قد سأل. فأرجو أن كل واحد فينا ممكن يخصص فقط سجين واحد، معتقل واحد، أخ واحد تعرفه تفقد أهله، تواصل معهم، تذكر مناسبات أولاده، أعياد ميلادهم، واتصل عليهم، اكتب عنهم بوست على الفيسبوك إن لم تمتلك الآلية أو الإمكانية أنك أنت يعني تذهب إليهم بهدية أو ترسل إليهم هدية. يمكنك حينما تلتقط صورة لنفسك في بعض الأماكن أن تضع صورة أخوك المعتقل معك تمسك بها، سيكون ذلك فارقاً جداً معه، ثق في ذلك. يعني أكتفي بهذا القدر من الحديث،
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزنزانة الزنزانة والضلمة عايشة معانا، اليأس بيجي ويندهنا ونقوله لا 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 انسانا. في الزنزانة 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 والضلمة عايشة معانا، اليأس بيجي ويندهنا ونقوله لا 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 انسانا. في الزنزانة الزنزانة يأسود محبوسة في زنازين، يتحدوا ولاد الخاينين. يأسود محبوسة في زنازين، تحدوا ولاد الخاينين. اليأس هيقدر على مين طول ما احنا المولى معانا؟ في الزنزانة 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 عايشة معانا، اليأس بيجي ويندهنا ونقوله لا 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 انسانا. بالزنزانة بالزنزانة ألوف صابرين شايلينك عالراس والعين. في الزنزانة ألوف صبرين شايلينك عالراس والعين، دايسين عالجرح صبرين ما يخونوا يا بلد أمانة. في الزنزانة الزنزانة في الزنزانة الزنزانة والضلمة عايشة معانا، لو بردان الدفى بذكرك، لو حران الجنة في وردك. لو بردان الدفى بذكرك، لو حران الجنة في وردك. لو تعبان أحبابك جنبك وابل أحبابك مولانا. في الزنزانة 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 والضلمة عايشة معانا.
لا تصالح، إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، النجوم لميقاتها، والطيور لأصواتها، والرمال لذراتها، والقتيل لطفلته الناظرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة. والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أمهر مني ليقتلني باستدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص. والذي اغتالني محض لص، سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح. روح تركناها في وطننا، عشناها 48 يوما من اعتصامنا، وحاولت يد الغدر إفناءها في 12 ساعة، لترتقي 1000 روح طاهرة تشتكي إلى الله ظلم البشر. يا رابعة، نجدد عهدنا بأننا لن ننسى أحبة قضوا على أرضك، بصحبة آمنت بحقها في وطنها وحريتها. يا رابعة، كل شبر فيك يذكرنا بصمودنا، كل طعمة طعمناها، كل تمرة ودعوة، كل ابتهال وقنوت. لمسته القلوب، فسالت دماء زكية لتشهد وطنا يحفظ الكرامة ويصوننا لنصونه. نجدد عهدنا، نستذكر شهداءنا، لنحيي في النفوس ذكراهم، ونحفر في القلب أسماءهم، وغدا نلقى الأحبة. يداها صنعتا غرساً من غرس الجنة، ووجدانها الزاخر بالرحمات شكل وجداناً طاهراً. لا نقول إنها أم الشهيد، بل هي أم لنا جميعاً، أم لهذا الحنين في نفوسنا إلى وطننا هناك في الأعالي، حيث النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. نراها فنرى الخنساء التي بكت أخاها دهراً قبل أن تعرف النور، ثم قدمت أبناءها الأربعة
في سبيل الله برضا وإيمان. إنها سفيرة العوالم النورانية السامية إلينا، فكرم الله وجهها وأحسن إليها وزادنا بها بهاء ورفعة. إليكم كلمة الدكتورة عبيرة طلعت، والدة الشهيد عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. الحضور الكرام، أبنائي وبناتي، وحين أقول أبنائي وبناتي لذلك لأنه منذ استشهاد الشهيد عبد الله، ابني الشهيد عبد الله، فكل الأحرار هم أبنائي وبناتي حقا وصدقا. في الذكرى السادسة لمذبحة رابع العدوية، أكبر مذبحة صنعت في العصر الحديث، في الذكرى السادسة لمذبحة رابع العدوية أقولها مداوية: لن ننسى، لن ننسى حق الشهيد، لن ننسى يعني المجرم عبد الفتاح السيسي وانقلابه الجائر وانقلابه الفاسد، لن ننسى جرائمه، ولن تتقادم جرائم الانقلاب في مصر مهما يعني مرت علينا من ذكرى. لقد ربينا أبناءنا على حب الشهادة، تربينا على حب الشهادة وربينا أبناءنا، وقد اصطفاهم الله عز وجل شهداء أبرار، اصطفاهم الله عز وجل في رابعة. فإن كان الله عز وجل اصطفى الشهداء فإن الراية لن تسقط، إن كانت فضة رابعة فلنجعل رابعة في كل دول العالم، فلنقيم رابعة في أنفسنا، نقيم رابعة بأخلاق رابعة، بعبادات رابعة، بوحدة صف رابعة. الله عز وجل يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. لنكن البنيان المرصوص في صف المجرم الجائر، لنكن صفاً واحداً لا يأخذون إلى قضايا جانبية، لا يفتنوا صفنا. سنظل أحرار، سنظل كل أحرار العالم، كل أحرار مصر واقفين صفاً واحداً في وجه الجائر الفاسد عبد الفتاح السيسي، مطالبين بالقصاص للشهداء، مطالبين بتحرير المعتقلين والأسرى، وبحق الشهيد وبحق المعتقل في الحرية والكرامة. طريقنا واحد وظاهر، طريقنا واحد، الطريق طريق الشهداء، طريق الأحرار المرابطين. عدونا واضح وسوف ننتصر عليه، عدونا واضح هو الانقلاب المجرم وعسكره وكلاء الصهاينة في مصر. وأخيراً وليس بآخر، أتذكر مقولة الشهيد عبد الله عادل على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقول: انفضوا رابعة فكل ميادين مصر رابعة، نحن من صنعنا رابعة وسوف نصنع ألف رابعة. أتذكر أيضاً قول الشهيد: اثبتوا فأنتم على الحق. ظل طوال اليوم في رابعة ينادي في المعتصمين: اثبتوا فأنتم على الحق. أتذكر أيضاً قول الشهيد عبد الله عادل: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لقد قالها مرتين في يوم رابعة، مرة التاسعة صباحاً كتب على صفحته: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. كتبها مرة أخرى الرابعة والنصف: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. فليكن شعارنا في المرحلة القادمة: اثبتوا أنتم على الحق، وحدوا صفكم، وحدوا طريقكم،
لا تنجروا لمعارك جانبية، عدونا واحد، طريقنا واحد، لنوحد صفوفنا، لنتوحد من أجل دماء الشهداء وآهات السكالة وآهات الأرامل واليتامى، من خرجوا من رابعة بلا أب وبلا أخ وبلا ابن، نتوحد من أجلهم، نتوحد للقصاص لدمائهم وآهاتهم وأحزانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً. اتصل يعني الاخ الشيخ اللي كان بيحفظه قران، فكان بيكلمه ايه الاخبار عندك مش عارف ايه، قال له اليوم قرب يخلص وانا ما استشهدتش. قال له هو ده اللي مضايقك؟ قال له ادعي لي بالله عليك، ادعي ربنا يرزقني الشهاده. كل حاجه كان بيتصف بيها كانت بتخليك تحبه من بس كده، من التعامل معاه بتخليك ان انت تبقى عايز على طول تقعد معاه، تتكلم معاه، تتشاور معاه. انا مش بحب صلاح الدين. ليه يا احمد مش بتحب صلاح الدين؟ ليه؟ قال لي عشان مات على سريره، انا بحب قطز عشان السوشيال. يعني هو كان جامعته في العريش، فكان بيجي مثلا في الاجازه، كنت بجد بحس ان العيد جه معاه، لان بيجي بكل حاجه ممكن تفرحنا كلنا. هو بفضل الله تعالى يعني كان محبوب من الكل. دايما بدعي له ودايما بدعي ان ربنا يجمعنا ان شاء الله قريب على خير في الجنه ان شاء الله. لو قعدنا نحكي من هنا لآخر عمرنا في مناقب عبد الله وصفاته الجميلة حقيقة مش هنكفي حقه. يعني هو كان بيلعب معايا بكل الأوقات، مثلا لما أكون أنا متضايقة بيلعب معايا، بيزغزاني، بيعمل لي مسابقات، بيجيب لي شوكولاتة، بيلعبني، يعني بيعمل لي كل حاجة أنا أفرح بيها، مش بيسيبني كده ولا أقعد كده. كان بياخدك على العجلة؟ صح، كان بياخدك. كان يعني مشاورهم يحطوهم على العجلة في قفص العجلة، هي كانت زغنطوطة كده. فهو نايم فعمار بيساله انت يا عبد الله انت خايف؟ انت بتضحك يا ابني على ايه؟ قال له والله انا ما خايف، انا بص هي موته موته، هنموت راسنا مرفوعه ونموت واحنا مش خايفين من الناس ديت، وبس انا لا خايف ولا اي حاجه. على العموم بص انا وانت اهو، اللي يموت الاول يبقى يسلم للتاني على سيدنا حمزه. كان كلم بنت خالته اللي هي اخته من الرضاعه اللي كانت كلمته ساعتها، تقول له انت فين يا احمد؟ قال لها انا واقف قدام طيبه مول والشهداء بشيء غير طبيعي فوق ال 400، الوضع لا يحتمل، لا ده الشهداء بيتسقطوا قدامي. وقطعت المكالمة لحد ما دخلت المدرعة، خرج منها القاتل وعطاها له في صدره بالضبط في القلب يعني. وهو آخر حاجة قالها يعني صديق كان قال يا عمو أنا كنت كتف بكتف في اللحظة دي معاه، فإن هو قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وبص كده على أحمد في العربية قلت له يعني سبقت، صدقت فسبقت. نسأل الله سبحانه وتعالى فعلا يتقبله. وسبحان الله يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي ويختار، هو في الآخر يعني أقدار. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعني فعلا يتقبل كل الشهداء في الصالحين إن شاء الله. كفاية بس الجنازة بتاعته كانت عظيمة، من أعظم الجنازات اللي خرجت من إسماعيلية كانت جنازة علي. ممكن ساعتها يعني بينزل عليك الصبر من الله سبحانه وتعالى، مش بإيدينا يعني، مش من كسب إيدينا، ده بيبقى عطاء من الله سبحانه وتعالى. علي أنت وحشتني، أنت بجد كنت أحسن يعني حد في العائلة، كنت دوما بتسندني، كنت بتلعب معايا. وحشتني جدا جدا جدا، وافتقد كل حاجة كنت بتعملها معايا، كل كلمة قلتها لي، كل هدية جبتها لي، كلهم في قلبي محفورين. هنيئا لك يعني، هنيئا لأحمد وهنيئا لكل الشهداء، نحسبهم أنهم صدقوا فسبقوا، هنيئا لهم. افتقدت بسمة علي، افتقدت حكمة عبد الرحمن. احنا يقننا بالله سبحانه وتعالى انه هينصر الحق، والا نكون مش مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، ان الباطل عمره ما هينتصر. انا عايز اقول بعد مرور هذه السنوات
القضية لم تنتهي، والغاية هي الغاية، والطريق واضح. اللي عايز يسلك هذا الطريق لابد أن يصبر، لابد أن يعرف أن لهذا الطريق تبعاته، وطريق الدعوة مش مليء بالورود، لا، مليء بالأشواك حتى نصل إلى الورود في الفردوس الأعلى. التكريم الحقيقي لأهل الشهيد في وقفتهم المطمئنة أمام الله عز وجل يوم الفزع، وفي جدارتهم بأن يكونوا أهلاً لهذا الطيف النبيل الذي لم يصحب من عرض الدنيا إلا حب الطيبين وكرامة تملأ ما بين السماء والأرض. وإن راغباً في تكريم أهل الشهيد لهو مكرم نفسه إذ يكرمهم، فكأنه يقول بلسان حاله: اسمحوا لي أن أدنو منكم وأن وامنحوني نفحة من طيبكم الأزلي المقيم. الآن مع تكريم أهالي الشهداء الذين هم أبطال هذه الذكرى وأصحابها، أسرة الشهيد محمد فهمي صادق، فلتتفضل. أسرة الشهيد عبد الرحمن محمد حسن. أسرة الشهيد عبد الله عادل. أسرة الشهيد محمد فهمي صادق. أسرة الشهيد عبد الرحمن محمد حسن. أسرة الشهيد عبد الله عادل. ونحن إذ نكرمهم في الأرض فنحسبهم من المكرمين في السماء، شهداؤنا في قلوبنا والقصاص قادم لا محالة. وقبل الختام بقليل نصرف دقائق تكريمية لمن جد في تذكيرنا وأحياء هذه الليلة وهذا القليل الطيب، فمن باب الدعم بالكلمة والمؤازرة الوجدانية وإضاءة ما تعفر من أفكارنا، إنما هو جهد مشكور وعسى أن يجعله الله مسماراً في معول كبير يهدم عرش الطاغية فوق رأسه، وخطوة مستقبل أفضل لبلادنا. ندعو السادة منظمي هذه الآلية الكريمة إلى المسرح ونحييه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا مش من العدل ان انا اتكلم تاني يعني، وكل الفريق او اغلبه موجود، لكن هم يعني دايما مفوضيني بالحديث. الواقع ان انا اللي يعني اتكلمت باسم حراك وظهرت في واجهة هذه الفعالية، لكن من باب الأمانة في فريق كبير، في جنود مجهولون لم يشعر بهم أحد. كل تفصيلة موجودة في هذه الفعالية هم اشتغلوا عليها أكتر مننا عشرات المرات. فإحنا بنوجه الشكر لكل فريق العمل، مش بس الشباب الموجودين دول، في غيرهم كمان موجودين وراء الكواليس، موجودين حاليا في لجنة النظام مش قادرين يسيبوا أماكنهم، موجودين برا الناس اللي نسقوا تنقل الأوتوبيسات النهاردة. يعني نعم اتأخرت شوية ويعني وقفناكم في المطر، لكن في عشرات من الشباب اشتغلوا في أغلب الفرق. فإحنا يعني الناس الموجودين هنا ممثلين لفرق العمل، بنشكرهم جميعا، وبنسأل الله تعالى أن هو يتقبل منهم هذا المجهود، وأنه يجعلوا رسالة إلى أسر الشهداء، ورسالة إلى المعتقلين وإلى أسرهم، ورسالة لنا كلنا في إسطنبول أن احنا نقدر نعمل بعض الأمور اللي هي يعني اللي هي تعطي انطباع جيد بنا هنا كجالية مصرية موجودة، أو تنقل انطباع جيد لأهلنا في الداخل. طبعاً مش هنذكر كل أسماء الفريق اسم عشان العدد كبير والوقت حضراتكم كتير، لكن احنا بالفعل خلف العشرة أو العشرين واحد اللي واقفين في مش أقل من عشرات أو يعني عشرات أخرى في الداخل ما زالوا بيعملوا حتى الآن حتى تنتهي هذه الفعالية على خير. ربنا يتقبل من الجميع إن شاء الله، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تنقضي الساعات الجميلات وتمر الأعوام بسنوات الطويلات، انقضت ساعات هذا اللقاء، ويشغلنا في نهاية هذه الفعالية الحراك الحقيقي المنتظر من بعدها في سبيل وطننا ومستقبل أولادنا. تذكرنا في هذه الليلة الطيبة شهداءنا ومعتقلينا وأسرهم، جددنا مواثيق الوفاء لقضيتنا وقضيتهم بأن نبذل من أجلها أوقاتنا وجهدنا وأرواحنا. أعلننا ونؤكد أنه لا خيار أمامنا في الهرب وترك هذه المسؤولية تجاههم وتجاه مصر ومستقبلها. نخرج من هذه الليلة بتذكرنا لشهيدنا البطل الدكتور محمد مرسي الذي صدقت خطواته كلماته. إننا في ذكرى رابعة وأخواتها مطالبون بأن نتوقف عند المعاني الإنسانية الكبيرة التي تضم كل مؤمن بالحرية والكرامة. إن ثورتنا مرت بجولة هزيمة، لكنها ليست كل المعركة، والتاريخ ذاخر بمهزوم الجولات الأولى أبطال كل زمان. من حق هذا الجيل أن يتشبث بالثغرة التي ثقبها في جدار الظلام، وأن يدافع عنها وإن كانت صغيرة فهي البداية. أيها النظام المستبد الجائر، إن عمر الظالم منغص وإن طال، تنتظره نهاية مريعة يندم فيها على ما قدم. ولكن لنا إحدى الحسنيين أو كليهما بيننا وبينكم الأيام. شرفتمونا يا خيار الناس، وطابت خطواتكم الليلة وكل ليلة، وعسى أن تكون لنا لقاءات قريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.